عسلامة عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ملا شيف لو دويل. اليوم كالعادة معايا ان كانديدا بالتابليي روج والاخر بالتابليي فيغ، زعما باش ينجموا يحضروا بلا متكون من انتري بلا وديسير في اقل من ساعة. خلينا نشوفوا مع بعضنا، مانيش وحدي اليوم، معايا شيف امين. عسلامة شيف. عسلامة. يا مرحبا يا مرحبا. سافا توحشنيك. ايه عنا برشا عنا برشا تقول انت سافا. شايف اليوم معنا دو كانديدات. oui. حضرت لهم منيو كامل متكون من انتري بلا وديسير، ما نجموش نعاونوهم الا اذا لو كان نزلوا على البوزور، دونك هنايا عندهم دقيقه برك، مانيش نعاونوهم حتى كان نزلوا على البوزور. لا لا لا، حق من حقوقهم، كان نزلوا على البوزور لازمنا احنا ندخلوا معاهم، وشايف امين يدخل معاهم في دقيقه اكاهو. دونك خلينا نشوفوا مع بعضنا شنو عندنا في المنيو نتاع اليوم، تابعونا. عسلامه. عسلامة. سافا؟ الحمد لله. في فورمة؟ الحمد لله. عسلامة مدام. عسلامة. عرفنا بروحك. كاميليا بن حسن 27 عام. أكثر حاجة مغرومة بها هي الباتسري. قريت كوجينا مي معناها جست في الدار برك، ما عنديش معاها. مالا متهنين على الديسير اليوم. إن شاء الله. إن شاء الله. باهي وأنت؟ حافظ العياري 22 سنة. أنا مغروم برشا برشا برشا، ديجا عامل كل مالح، معناها الحلو نخليه على جنب. باهي إجا بحذايا كاميليا، خلينا نشوفوا شنو عندنا اليوم محضر لنا الشيف أمين. هيا شيف شنو حضرت لنا اليوم؟ عندنا في الأونتري، بون هو أونتري مي أونتري من باب كبير، عندنا بولي فيرمي شهية فرسي. جاي شهية كيما نعرف فيها. مرمرمة. إي. باش نعملوها فرسي، أفوتر شوا معناها بالفرس كيفاش تحبوا تعملوه. وعندنا معاه سالاد سيزار. وباش نعملوا غارنيتور في البولي فيرمي، عندنا مقرونه ليبيدور انتيغرال هذيك. هيلثي هيلثي على الاخر، هيلثي ودجاج اليوم سبور على الاخر. دوك وعندنا سالاد سيزار، وعندنا في الـ 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 في الديسير عندنا كرامبل فروي تعملوها بتبيع. تبارك الله عليكم قارين ريستوراسيون، عاملين كويزين وباتيسري. ابهرونا ورينا اش عندكم، احنا تعبنا بكثير. عندهم الغله على كل حال شيف بحذاهم، وينجموا دونك انت هنا حطيت لهم فخوي روج. وي فخوي روج يستعملوه في الكرامبل. باهي. خاطر ديما كرامبل فخوي روج. وي خاطر الاخرين كلهم حلوين برشا، دونك في برشا سكر وحاجه اسيد كيما الفرامبواز. دونك عندكم الكوجين على ذمتكم، مادام احسب روحك في كوجينتك انت زاده كيف كيف حافظ. عندكم لي برودوي اللي باش تستعملوهم لهنا، دونك عندنا كيف كيف بسكوي سايده هذايا للديسير، عندنا لي بات انتيغرال نتاع ليبيدور، دونك هذوما سي دي بات ريش اون فيبر. شيف هذوما صحيين. هذوما صحيين خويا. عندنا كيف كيف ال فوالا، عندنا كيف كيف العظام نتاع شهية للسلاطة، دونك ريش ان كاروتين، فيلي دو بولي زادا كيف كيف لسالاد سيزار، وعندنا العمدة اليوم على كدجيجة اللي باش نحضروها وباش نفرسيوها. خويا هذيك الدجيجة عملنا بها الكرامبل وعملنا بها كل شيء، هي الباز تاع المينيكا. دونك دجيجة عربي، دونك شيف عايشة أليغ ليبر في الطبيعة، إي سيغتو نوري أو سيريال. كيف كيف عندنا لهنا ديليس الحليب والزبدة، فرماج كريم فريش، زيت جديدة، اي سورتو عندكم نوت على نظافة البلان دو ترافاي، هذه حاجة تريز امبورتونت ابار الدريساج اللي لازمكم تخليو الوقت، عندكم زيد النظافة نتاع البلان دو ترافاي والأورغانيزاسيون، دونك عندكم ليلا اكسترا هكاكا نحب كل شيء نضيف. وعندكم زيد كيف كيف لو جافيل والليكيد دونك فيسيل، زيد كيف كيف من عند ليلا، سي ان برودوي تونيزيان زيد كيف كيف جديد بمواصفات عالميه، دونك برودوي جديد سور لو مارشي تونيزيان. كاميليا شد لنا بلايستك وحضروا لنا روايحكم. اول حاجه معناها خوفتني اللي انا مش عامل الحلو، معناها ديجا خممت فيها من الاول ديريكت، فهمت؟ وكي كي سمعت كي قريت معناها البولي في بيلي سوبريم مش بجينا دجاجه كامله كيف كيف،
معناها خذيت دخلت بعدي شويه. بشنو باش تبدا كاميليا؟ بالدجاجه، بالفحم تاع الدجاجه. وانت حاب؟ باش نبدا نطيب البات انا من الاول. باش تبدا؟ بالبات. بالبات، بالصوص معناها. باش نصمت البات وبعد نكمل الباقي. باهي مازلت ساعه راه ما تاكلنيش مقرونه بارده. استنى ما تاكلنيش دجاج ني. الدجاجه هذيك الدجاجه هذيك لازم تجي طايبه بكدا وكروستيونت باش باش تجب بعد تعملها ديكوباج وتخرجها. سينو عندكم المعون وعندكم الماتريال نتاع السلوبس، عندكم البوياف تنجموا تستعملوها هكاك تسهل لكم في وقت الكويسون. عندكم الماء سخون. جنفا واحد توا دجاجه بالزيت وليزيبيس اللازمين. شنو باش تفواحها بالضبط؟ شنو هما ليزيبيس باش تستعملها؟ زيت، فلفل اكحل، شويه ملح، شويه ثوم. هاكا عندك ثوم. باهي. شويه فلفل زينه. حافظ انت خليتك في المقرونه، هاكا وليت الدجاجه. حضرنا الماء المقرونه باش يغلي، نتعداو توا للدجاجه، احنا توا قاعدين نحضروا في الدجاجه باش نفوحوها. شويه سال بوافر. حافظ خدمه تاع اسئله الجواب تاع كوجنه سال بوافر. وثوم حطيت لها هاي بتبيعها. اوكي انا عاونتكم عملت لكم الروز حاضر باش ما تضيعوليش الوقت باش ناكل دجاجه بنينه. حافظ تحب تخدم بيديك اخدم بيديك ما تحشمش. هاي دونك باش يفارسيوها شايف بالروز. ولا أشوى شويه روز هما يحبوا يفرسوها بالروز يحبوا يبدلوا يعملوا نوت الفرس هما حرار. باهي يظهر لي ماهمش قاعدين يخدموا بنفس الطريقه. مش كيف وي هذا هو الحاجه الباهيه في الفيديوهات انك تلقى دو كونديدا كل واحد كيفاش يخدم. ديجا فرسينا توا كل نتاعنا بالروز. نكملوا شويه نعناع. دونك فوحنا الدجاجه فرسيناها بالروز. زدت شويه رشيت عليها رشه هكا نعناع. نعناع باش نعملوا كونتور بالروز خاطر من بعد البولي سايب الماء نتاعو الجو هكا. باهي باش تدخلها للفور ولا مازلت باش تزيدها حاجه اخرى؟ بور لو مومون للفور. اوكي دونك باش تحط لنا الكونتيتي نتاع الروز اللي تستحق لها. ما ننساوش راه الروز ديجا كوي طاي. اي دونك معناها تنجموا تحصلوا في فخ من بعد. شنو؟ لا 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 غلطه مطبعيه. هاك الماء هذاك يغلي 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 من توا شنو جو؟ هذاك واحد باش يخرج الماء يهز المقرونه ويطيبها ويقعد يرجعها. باش يقعد يغلي برشا. باش نحط له المقرونه توا جست نطفوا الدنيا. باهي. بديت بالبولي خاطر يلزمو برشا وقت هو اللي يلزمو ياخذ وقت معناها وقت الكل. من بعد مشيت حضرت طيبت البات نتاعي خليتها ترتاح. عندنا البات نتاعنا باش طيبوها توا. بات انتيغرال نتاع ليبيدور. دونك باش تعمل لنا المقرونه هذايا بوغ اكومباني البولي. البولي وي. شايف هذايا البات انتيغرال سباغيتي كيما البات الاخرى معناها نفس الوقت نتاع الكويسون ولا تاخذ اكثر وقت؟ هذه ميم اقل. اقل؟ ايه. ريشون فيبر لهنا يقول لك دوري دو كويسون 8 مينوت. اقل. اقل. احنا توا فيها برشا فارين. يا كاميليا. نعم. كمل لنا الدجاجه يا كاميليا. ايوه. ودخل لنا للفور. ايوه صحيح باش نحط الفارس في الدجاجه. قداش يحب لها الدجاجه في الفور شيء؟ هي مينيموم مينيموم خاطر الدجاجه هي عربي و اقل حاجه 45 دقيقه هي باش تطيب. 45 دقيقه. باهي معناها عندك ساعه باش تحضر الدجاجه باش تحضر الفارس باش تحضر البات الصوص طومات السلاطه الديسير معناتها عندك برشا عندك وقت شويه اما برشا برشا خدمه. شنو باش تتعدى حافظ؟ باش نقص ليتو دي سالاد سيزار. باهي شايف دونك شفنا زوز طرق نتاع فخس نتاع الدجاجه انت كيفاش تفرسيها كان جيت انت شايف؟ والله انا بالنسبه للروز
حد عملته لهم حاضر توا. دونك نجمو نعملها دومي كويسون، تدخلها كيما هي، تخرج تبدا قريب تطيب، تخرج حضر لها فارس تايب، معناها روز، ونجمو نعملوا معاها صوص فيها شويه الحمام. يعني نجمو بعد ما نعملوا دومي كويسون فارسيوها. بيان سور. يعني كان تنجم باغ اكزومبل كاميليا. يعني انا فارسيها. كان تنجم يعني تدخلها للفور لو طون اللي تحضر الفارس تاعها. خاطر الروز نتاعنا طايب ما يقلقش. دونك قبل اللي كنت 10 15 مينوت من الكويسون تاع الدجاجه نخرجها فارسيها، نحط الروز في الكونتور تاع البلاتو. يجو غاجوت لا صوص، بدا عندك اون بتيت صوص تكمل تخليها طيب معاه. باهي. سادونا نوتر جو. هو جانا الروز طايب، انا حبيت نزيد نقليه ونفوحه، عملته قليته شويه بزل، قليته شويه فوحته شويه سالي بوافر وشويه ثوم وشويه بصل، صافا معناتها تقلى بالسمح، وبعد عملته فرسيه في الدجاجه. ابار ان الدجاجه فوحتها معناتها من داخل ومن برا، ابار الفخذ. بربي ديزاستيوس اخرين خلينا نعطيهم للساده المشاهدين وليك انت وللكل ولينا نحن زاده، بربي السلطه في الدار ما عادش نفوحها، خاطر جو فوا كو الناس يشريوا برشا خضره يحطوا بول تاع سلطه في الدار برشا فواحه كل ياكلوا منها شويه ويخليوا الباقي. انا نعمل الفينيغريت والصوص ابار وكل واحد يفوح في صحنه. شفت كيف تو كان انت برك الله معناها شافت والي كيف انت فاهم، احنا لازلنا دي ديبيتون تعرفوا يعني كده. وهكاك تنجم تخبيها غدوه تعمل بها سلطه اخرى، خاطر يذبال هذاك الكل. شوفوا كميل قص طماطم ديرونديل وحافظ مشي للطوماط سيريس، حاتم يحب الغاز باش تعدى بحث الغاز باش تعدى الكروكون تو. اي تفضل تصرف خويا مفيد احنا باش تحط لنا الكوتون باش تقليه باش نقليه. اوكي باهي. بديت بالبوليه خاطر يلزمو برشا وقت، هو اللي يلزمو ياخذ وقت معناها وقت الكل. من بعد مشيت حضرت طيبت البات نتاعي خليتها ترتاح، بعد حضرت الصوص مشيت للسلاد سيزار، قصيت الليتو عملت كل شيء. هاكا لو بلون دو بولي هذاك نظيف حاضر ما تعبكش ديريكتومون تقص حتى تقول له اطلع طيب وحدك. باهي نخليوها تقص زاد كيف كيف مشينا لهنا لل للفيلي دو بولي. صحيح 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 صحيح. حاضرين باش نحلوهم. حلو البولي هوني. كيفاش باش تقصهم نانش؟ انا باش نطيبو ومن بعد باش نقصهم جوليان. كما اي واحد يلزمك عندك الفتره الصغيره هذيك تدخل فيها بعضك من بعد ترجع، معناها انا من الاول كي شفت معناها الوقت لازم حطيت كل حاجه قداش يلزمها وقت، فهمت؟ وحضرت اللي موجود. باش نفوحوا شويه فلفل الكحل شويه ملح مطارد. شو تحط لها فيه سكر محاور؟ لا لا وشوية زيت. حط شوية زيت يسخن في البوالة. حافظ شو تعمل؟ قاعد نبرد في البات. باهي. وعلاش تبرد فيها البات؟ ما هي باش الكويسون نتاعها يقف. هاي. إن شاء الله البروف نتاعك يكونوا يتفرجوا فيك باش يعرفوا اليوم قاعدين يقريوا وتوصل قاعدة المعلومة. الريحه بدات تخرج. ناخذ شويه زبده ديليس نقلي فيها لي كروتون. دونك شيف الزوز اختاروا باش يقليوهم الوغ كو كانوا ينجموا مادام الفور سخون يحطوهم في الفور. شنو هما؟ لي كروتون. لي كروتون ينجموا يعملوا دو ميثود، تحطوا في الفور وتقليه في الزيت، مي دو بريفيرونس باش يدخل الفور لازم يتفوح. لازم يتفوح. مشي تقلاه ينجم يتقلى كيكا ويتفوحوا بعد ولا يتفوحوا ويدخل يتقلى. باش كيفاش نفوحوا قبل ما ندخلوا الفول؟ فوحوا شويه ثوم شويه زيت زيتون معناها البوت بان اللي كان عندنا هذاك نعملوه بالطاسه يتفوح ومن بعد يتقص ونقليو. فما حاجه ناقصه في الدجاجات مي بون نقولوها من بعد تحب ولا نقولوها توا ولا هما نجموا يرتربيوها؟ اي ما لا ما نقولوهاش توا. اوكي احنا اليوم نسينا حاجه مهمه برشا اللي هي معناها أم خنزير كي نفوحوا الدجاجة من الفوق نعملوها بالزبدة الذايبة وشوية كخيم فخيش، احنا ما عملناهاش الزوز. شايف ماشي نصحح الوقت توا بالنسبة لتوا عندنا السيد الحكم شد لنا الوقت. دونك مريقلين توا مازلت 38 دقيقة، عطيني سلطة سيزار بكدا والديسير والدجاجة بعد نوتة تجي من بعد. في الأخر. هذيك هي نوت برانسيبال. عندكم 9.5 على الدجاجة ونص بونتو على البقي. معناها نعطيكم النص في الجراس. يا ما المشكل شيء ديما حوا الدجاجه ناقصه حاجه تري تري ناقصه حاجه مهمه جدا. قولها لي شاف في وضعي. قولها لي بربي قولها لي انا في وضعي. ما عزك يا لا يجي خلينا معي بيج. قول لي انت قول لي
تعملها زبدة من فوق. خلينا نسمع يا سيدي. جي باش تشربوا سينا باش تشيح وتجينا حطبة. هما ما عملوهاش الحكاية هذي؟ كاميليا ضربة ليلا من غادي باش تغسل لنا الكوالا. ليلا سيترون عندك؟ اي شقاولك نكته بركه تراغي بالكدي بالكدي وريحته فايحه برشا كبالك اللي فما بالالوي فيغا خايفه على يديك ولا ما تنساش العظم نتاعك شهية وي ما تنساوش العظم باش يتسمط باش ما تضيعوش الوقت عندنا نفس البرودوي كاميليا بالالوي فيغا زاده كيف كيف هذا ريحته خارجه من المسامين هذا يا للجماعه نولي نمد لك هذا اي نمد لي هذاك خير هات نحط لك نكته من هذا شنو المشكل وين ولا هذايا الميلانج نتاعك؟ هاي هلا والله حاجة باهية برشا مازال شقاولك شايف الريحة بنينة؟ كذا تستغل برشا طيب برشا في الدار ها هو أنا هذا لا 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 هذا بلا لوي فيغا أنا سيء كل شيء ما عادش نشريك أنا هذاك كل شيء صينية عند ميزة بلا لوي فيغا مادام أونجوان اللي تشيلها لاكغيابل منا نغسلوا المعون وما ناكلوش جينا على شيء بالعنيع يخرج بالتفاح أنت شايف خليك بالتفاح أوكي باهي توا نحضر الكروتون مازال شويه. الميثود تاع الكروتون هذيا نقول نسير نتكلم ولا نقعد ساكت؟ تعرف ما نجمش نقعد ساكت. نتكلم بس. هذيا الشرب كله شرب الزيت الكل. باهي حطيت شويه زبده برك. خير وخيري قلت لنا عطاء هذاك يلزم الكروتون راهو يا تغلي الزيت طف طف دخل وخرج. هذاك الشرب باش يولي كي البانيه توا. صعيب شايف السما صعيب اليوم. بون كتحس كل شيء يدقق عليه دونك حقها اش عملت شيء دونك حقها تحط الزيت يا يسخن الزيت بكدا وبعد ديك الكروتون ترميه هو الزيت حامي عباره باش تقلي ما نعرفش انا كعبه بريك فريكاسي مش في صافي ساعتك ويخرج ما يشربش اما كي يقعد على نار بيرد ديجا عباره كانك طيب فيه يشرب الزيت تحطه بعد في بابي برشا هذاك باش يشرب عندك ليلا بصغبون يا يا باهي باش تستعمل لنا توا العظم طيب باش تستعمل العظم دونك عندنا العظام الشهية ريشون كاروتين. تو باش نحضر الصوص طوماط. دونك نكملوا نحلوها الكل، اوفرتور فاسيل. سي كام قداش تحط لنا من المغرفة؟ باش نحط زوز مغارف. زوز مغارف دونك سي كام، طوماط ناتشوريل. تعجينا للرسمي توا شايف تعجينا للمقرونة شايف اش تعمل فقت بيك باش ما تخليكش ما تفطرش ما تخليش عطيتهم لاستيس اللي عطيتهم في اذني ما عطيتهمش لاستيس عايش قولك شايف نقولوها لهم كمان انا باش نقولها لهم تو تو سويت دونك ديجا شايف سقالكم شوية الدجاجة بشوية ماء باهي باهي شوف احنا باش نقولوا شنو هي لاستيس اللي تفرجوا فينا شنو هي لاستيس وباش نفسروا حتى اللي كونديدا سواء توا ولا راهو ديما نبداو نخدموا اخدموا اسمعني ما تقعدش تغزري باش ما تضيعش الوقت اللي الكونسنتراسيون تاعك الروز طايب وقلت لكم سبقت لكم لاستيس من الاول اني انا قلت لكم راهو الروز طايب كنت تنجم تحطه كيما تنجم ما تحطوش كنت تنجم تفرسيه من بعد اولا مشي تيبي ياسر غادي في الفور مشي تحرق يعني على جنب هذاك كله ثاني حاجة الدجاجة ما تدخل الفور كيما تكون بيان امبيبي ما نجموش ندخلوها شايحة كيما هي خاطر هي طرية تدخل النار كيكة ساش كيما هي ما نجموش تخرج يابسة يابسة دوك يا نحضروا لها شوية زبدة نعملوا بير نوازيت وندهنوها بها من فوق بقدا تشربها وتدخل وإلا نعملها ان جو سيتروني شوية قرص خل ملح في فلاك حد نعملوا جو باهي وزيت وندير باش نعملوا تختوخ عرفتوا ونصبوا عليها ونخليوه يطيب معاه دو تيل فاسون ايش تعمل كي تشرب الجو هذاك كله تحمار من بعد تولي انت تقول لك مولوز من داخل وكروستيونت من برا واللي هما زوز هذوما دجاجات على 9:30 دونك توا اون بو راترابي شيف ما عندنا مره ترابي توا علاه باش نعاود نطيب لك انا دجاج اخرى لا 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 شيف انا يظهر لي اون بو راترابي عندنا زبده نتاع ديليس يظهر لي انا امون افي تاخذوا زبده ولا كريم فريش كيما تحب دقيقه من وقتكم تعملوا ستوب راترابيو الدجاجه قال لكم الشيف عندكم 9 على 10 منات نخرجوها عندكم زبده نتاع ديليس والا الكريم فريش نتاع ديليس نحاولوا ان نحمروها ونخليوها تشيب في حقها اش قولك نعطيهم دقيقه والله تغزر لي نوقفوا لهم الكرونو يلا يلا كمان ما نوقفوش الكرونو لا لا لا
احنا عاونناهم وعطيناهم لاسيز زدوهم الوقت نخرجوها هيا كاميليا ردوا بالكم ردوا بالكم الدجاجه سخونه استنى هاي هاي ردوا بالكم على ايديكم الدجاجه سخونه هاي مسج حتى بور لا كولوراسيون يلا دونك عندنا زبده نتاع ديليس نذوبوا لها طرف زبده ونحطوها جا وحطوا لي كيوب كيما هما. ميساج هكذا بالشيف ميساج ما هما مزروبين وكذا. ميساج خليهم لي كيوب يتحطوا. ديناها من لوطا ادهن بجولي عندك مع الزبده. كميل. هيا. ادهن اوت بانسو هكي نعم نغص. مش تابع البوزور ما مش مشكل. ما هو الزبده حاطين. مش في ساعة تحمر لنا. تحمر بالقدام من غير ما تلبس. خليتك شايف ووخرت التالي. لا لوجه على يلا كميل يا شد انت في ساعة. يلا 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 ما عادش برشا وقت راه. لازم ما ترجع الدجاجة لل لازم ما ترجع الدجاجة في الفور. مازالوا 20 دقيقة. خذوا 3 دقائق هكا ويزاها من الزبدة. كي لقاو الاستاذ حطوا باخذوا كامل الزبدة. دونك سي بون شيف. صلحنا الحكاية. نورمالمون مريقلين. فوالا دونك زدناها زبدة نتاع ديليس. هاي حاجة تريز امبورتونت باش تكون لنا الدجاجة من بعد ماهيش شايحة ونخليوها تطيب في عقلها وفي حقها. برا روحك برا روحك طريق الفور نتاعك. إذا حبيت نعمل كل حاجة وحدي اليوم من غير ما دجاجة عاوني هو يعطي الصحة شاف أمين، أما حبيت معناها كل شيء نقد وحدي. كل شيء ماشي مريقل تحسها طاولة رمضان عرفتك مشخخة من فترة طاولة مشخخة هذا سي كملت منه كمية نظموا شوية البلان ترافاي يلا الدراء قداش باش نعطيها كمية على ليجيان لا يا شايف عادي راني نتبع أنا قاعد حافظ منظم طاولته مريقلة وأنت طاولتك مريقلة زاد ما تتأخروش بكريمي راني أنا بالعاني نعمل هكايا باش نحطكم في لي كونديسيون تاع الكونكور بنحضر الكرامبر. ايه بيسكوي سيد اخرج. صاحبي سيد. حافظ. حسيتك داخل بعضك شويه، نجي نعاونك ميساج قول لي كل شيء كل شيء قاعد يمشي بطبيعته. هذا شنو؟ سي هذا؟ سي. خلينا. هيا. كان فما حاجه سي ابدا الدريساج نتاعها. ما تقعدش ما تعمل حتى شيء، رد بالك. يخدم الكونتيتي اللي حاسك بها كاميليا ما تنساش المقرونه يا كاميليا المقرونه مازالت ما صمتتهاش مازلت ما صمتش المقرونه راك الدجاجه هاي تمشي يعني لهيلك بها نفس
الطريقه. شمتي ريحه الدجاج ولا ما كنتش؟ كان تحب تربح الوقت على المقرونه عندك ديجا الماء غادي كسخون في البويار نتاع راس اللبس نجم تستعملوه يربحك في سمطان المقرونه. هاي هوني بدينا في دغيساج السلطه. دونك سلطه شنو عملت لها لهنا؟ حطيت لها مايونيز جديد. حطيت مايونيز جديده مع الليتو. الزيت نتاعك سخون هذاك حاضر. هذا عملناه من الاول دومي كويسون. وقصيناه. باش يربح الوقت صح. ما عرفش نعاودو نرجعوه هكا اون ميم طون يخرج سخون اهو. باهي اوكي يلا. هاتي صح. باش نحضر الاسيزونمون نتاع السلطه. فيسا 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 باهي. شويه شويه زيت شويه فلفل اكحل. شويه ملح وشويه مايونيز. مايونيز جديده باهي. مايونيز جديده. اي حضروا لي الدريساج نتاع السلطه خليني اوموا نشوف السلطه ونتهنى هكا فوق الطاوله تقعد لنا الدجاجه ويقعد الديسير. بديت جوغرينيوت انا شنو ضقت؟ ضقت الدجاج من غادي. اي مازلت ما ضقت شيء لهنا. كاميل يا قريب تكمل تحضر السلطه نتاعها يظل قاعده كان على الدريساج. حطت لنا الفيلي دو بولي شهيه حطت لنا الكروتون ليتو كيف كيف فوحت بالمايونيز جديده فلفل اكحل وملح والزيت زاد ويل دو مايس دونك جديده زدت لنا توا تعبيت الطماطم حبينا فيها احنا كعب عظم وزيد وخفيت كعب عظم مازالت كعب العظم كعبة العظام ويني قاعدة تتسمط مثال باش تقعد جوست على كعبة العظام في الاخر مازلت ما حطيتش تتسمط حطيت الماء يسخن فيه طفي عليه خليه يتكامل يدي بوحده كيف هكاك يلا والمقرونة زادة مازالت عند كاميل يا راه لي بات انتيغرال لي بيدور الماء يسخن الماء سي بون توا سخن اوكي حط لنا المقرونه تسمط 8 دقائق راهو باش تتسمط وشو قدام زيلك علاش ما حليتهاش الدجاج ناحيه الخيط؟ انت باش كل مره بدك تخرج القص توا مش دونك لهنا باش نحطوا دو بلا دو بلا سويت ما يسالش حط بزيت شويه فوالا مقرونه هذايا ما يسالش حتى كي تزيدنا منها ما تسملش يا كمين بات ريش هاي. En fibre, les pâtes intégrales نتاع ليبيدور. دونك نحط فوق العظم. حضرنا بهم لاكومبانيمون. هاي شنو مازالك تعدى للديسير كان كملت. هيا. زيد. يلا تعدى للديسير فيسا 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 ما عادش معاهم برشا وقت. شايف يظهر لي ماهوش باش يكملوا لنا الديسير، يظهر لي ماناش نخلطوا على الديسير اليوم. لا يظهر لي ما. نمشي نحضر شويه خبز من راكي حتى بلا ناكلوا السلطه ونعملوا سندوتشات ناكلوا السلطه ونعملوا سندوتشات نعملوا سندوتشات وناخذوا السلطه والديسير شو عملنا فيه؟ الديسير حضر لك انا نمشي نحضر لك حضر لي انت الديسير هيا فيسا 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 نغزلوا للوقت انا ما نحب نقول حتى شيء باهي ما نحبش نقول لكم قدام مازال وقت خير كاميليا تعدل الديسير فيسا 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 تعدل الديسير تعدل الفرامبواز فخوي روش عندنا لهنا عندنا فرامبواز وابدا ديريكتومون في الدريساج نتاع الديسير كيفاش باش تعمل لنا الديسير اون فيرين ولا كيفاش باش تعمل في لي بول لي بول كيما لي فيرين فيسع يا كاميليا فيسع ما عادش تخمم ما عادش تخمم توا سيي توا ما عادش جبت بعض توا اربع يجين خرج لنا فيسع برشا برشا شويه زيت نقص منه نقص منه خذ جوست شحاجتك باش
تربح الوقت. بيه شنو عملت توا كاميلا؟ عملت بسكوي سايدة كونغاسي. نحط له شوية ملح. ايه؟ نحط شوية كانيل، شوية قرفة. بيه؟ وشوية بير فوندو. دونك زبدة متاع ديليس ديجا ثوبتها في الميكرووند. تزيدها. حرك بيدك، حرك بيدك. كيفاش باش تدريسي؟ دريستي في لي بول ترونسبارون من هنا. باهي لي فيغين هذوما معناها. لي فيغين، باهي. ما عادش عندنا برشا وقت، اعمل لنا كعبة بركة. دونك كعبة يزي وابدا ديريكتومون في الدريساج. الدجاجة تنجموا تعطينا منها من بعد لا بارتي لا بلو كويت باش نجموا نذوقوا منها. باش خاطر باش نستناو الدجاجة وانتم دخلتوها مخر تحب لنا نص ساعة أخرى. باهي. ديجا دخلتوها انتم 30 مينوت دو لا سيونس. فهمتي ميسا؟ نفهم فيك شيف. تفهم فيا ما؟ أنا الوقت قاعد يزرب و وين الجوع الحقيقة؟ تعرف كي الجوع ما عادش نسمع لا نرى. أنا راه فيك شيف ما عادش تكلم. ماشي على اليمين وعلى اليسار. كنت نقرا عند شيف هيكل قبل هنا ميسا. عاد نقرا عنده مرة وقرينا قرينا صباح وليد. هو عيط في الكوجينة وين ثلاث أيام ما كانتش حاجة حلوة. هو كان في وين أنا مانيش بيك. بيه جعت جعت قلت اعطيه فوق السكر اعطيه طحلك السكر جيب لي فوق السكر يعني هذا يحب يقول لكم اللي راهو الديسير مهم برشا شنو معليش انا شي باتيسي جيني انا نحب السكر باش تروحي الفرامبواز باش تعملوا كولي ولا كيفاه؟ لا باش نعملوا كيما الجو كيما الكريم باهي مع شويه سكر العظمه يا كميلة ديما نصمت العظمه في ماء يغم العظمه مش شطر شطر ما لقيتش معون يا شايف ما لقيتش الماء ما نقولش عن معون الماء يغم العظمه ما حطيت معون الماء لازم يغم العظمه سينا تخرج كل فلوكه ملوطه طايبه من فوق نيه عباره في الحر هي الفلوكه ملوطه طايبه من فوق نيه ما طايبه بالماء ومن فوق ظهر فيها الهواء انت عينك ميزانك ابارامون ها شنو باش تزيد هالسلاطه؟ ما عادش فما برشا وقت. شايف حاب يمشي يزيد يحط لنا قوطه تاع ديليس في السلاطه. دونك عندنا لهنا قوطه تاع ديليس. حاب كيفاش باش تحطها؟ خليك انا هعاونك. عاشك. يلا. شوفوا لها حاجه. فما راهو فما. قبل فوق شيء تقف كيفاش نحكي فيسا ما عادش عندنا برشا وقت فيسا يا حف حط لي الفخماج واعطيني الصحن تاع السلاطه باهي نهزها ولا مازلت زيد حاجه سي بون عندي سلاطه يا شيف وي اونفان عندي سلاطه ما نعرفش عندي سلاطه ولا لا عندك عندك كاميلا وين سلاطه عاوننا الشيف اليوم حتى احنا ما عيطنالوش معناتها من غادي قلنا فيسع فيسع هاو معناتها لازم تحضروا هيك لازم تحضروا هيك نزلت لك على البوزور شنو تحب شيف يعاونك صي عملت لها العظمه شنو تحب نزيدك اي حطي لها العظمه شيف مازلت لازم تتقشر هيك شنو نقشروها يلا كمل دريسي لنا سلاطه شيف من هنا بيه حافظ زدنا العظمه زدت ما تعملش العظمه للكميل ريت الماء كي ما يغمش العظمه اش يعمل؟ قد ايش صمت من عظمه انت؟ زوز. موجود موجود زايد ها؟ موجود بزايد سلف لنا كعبه من عندك خاطر هذه حطيت لها الماء بارك الله حافظ صمت لنا حاره شهية يقرا في حسابه ظهر لي يترن حديد يعمل برشا عظم يلا فيسع 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 خرج لي المقرونه خرج لي الديسير سي بون الديسير مازال شنو باش تزيدوا؟ هاي كمل الديسير ما عادش فما برشا وقت. شيف كملنا السلاطة؟ العظمة سي والدجاج فيها نورمالمون. دونك عندنا السلاطة عندنا زوز سلاط سي بون. كمل الديسير كاميلا زاد كيف اعطيني الديسير حافظ سي الديسير. دجاج. دجاجة؟ باه. باه. الدجاجة. شحط لنا فيه من فوق هذاك الابيض شنو؟ اتون بعد نكتشفوا. زينة ما كملناش.
باهي الدجاج تعطيني الجون فيسا 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 كامل حضر لي المقرونه وشوف لي اكل الدجاج نتاعك. بسم الله يلا نهز نهز عنا من هنا زيدا شيف ديسير حاضر كامل يعطيني الديسير نتاعك زيدا انت وديريكتومون نتعداو للدجاجه وما عادش عندكم برشا وقت. ميسا احنا باش جوفي نوتي لي بولي هما في وسط الفور جست باش ياخذوا هما دي كويس نذوقوا لي كويس خاطر هما اكثر حاجه تدور تنجم تقول طابت ماك تعرف دجاج ودخلوهم اخر دونك باش يعطينا لي كويس برك نذوقوهم ما هي ويحاولوا يعطيونا شويه فارس من داخل. اجا وحدايا ميسا باش تاخذ فكره. كان تحب بيان سور. دونك شيف جوست خلينا تفقد لنا انت توا البولي ونخليو احنا في وقت البوب الجي جي تيكملوا يزيدوا يتيبوا، اما انت ديجا توا تفقدهم بارابور الكارنيتور والميثود نتاع الخدمه نتاعهم. في البوب نشوفوهم. بالنسبه للديسير. سي الديسير سي بون. اي 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 يلا المقرونه المقرونه اعطوني المقرونه. تمشي نحطوا هوني الزبده. قريب باش نبدا نحسب. ليزون باش تعمل ليزون بات نتاعك. دونك باش تزيد زبده في المقرونه. وي. باهي. قريب باش نبدا نحسب يا شيف وانا ما عنديش مقرونه. دجاجات نخليهم في الفور. شوفوا الكرونو ما عادش فما ضحك. الكرونو في 11 ثانية. شوفوا الوقت قدامنا. شوفوا الوقت في ساعة في ساعة في ساعة في ساعة في ساعة في ساعة دريساج في ساعة باش نبدا نحسب. مازالوا. هذه ناقصة حاجة. كيلكو سكوند. كيلكو سكوند. يلا كيلكو سكوند. يا شيف اش تعمل؟ ناقصة جبن نص. هذا الكل باش نتحاسبوا عليه راهو من بعد في النوتة. نعاونوهم لينا نحنا ومن بعد. كميل يا فيسا فيسا حط المقرونة باش نبدا نحسب ماكش تلقى الوقت باش زايد. شنو حطيت شيف؟ حطيت لك شوية جوتا تاع دينيس. جوتا الشمال تاع دينيس. خاطر ما كنتي قبيلة شهيتها وقلت لي شيف حط لي منها شوية. باهي. اوكي. باش نبدا نحسب خمسة أربعة أربعة واحد صفر ثلاثة كاميليا حط لنا المقرونة في الصحن كما هي أطول صوص ريتها في حياتي زيد الماء زيد المرقة زيد الماء زيد المرقة حط المقرونة ستوب كاميليا حط المقرونة في الصحن سيء هذاك اللي حطيته هذاك اللي باش يقعد لا لا ما فماش لي سيء الكرونو كاو عزيز حط حتى كما هي ديريكت عملت بلونجو خلي لها الزبدة باش تكمل ذوب معاها ذوب في كروش الزبدة سي كاميليا سي سي تحطوا الدجاج بحذاها من بعد الدجاج بعد نحطوا بحذاها تنزلوا من بعد توا سي بون فوالا جيب لنا كسلاطه شايف عقب حاجه فما توا 20% من المنيو حاضر من المنيو حاضر خلينا 80% خلينا الدجاجات الزوز شاف في الفور على خاطر باش يكملوا الكويسون تاعهم اما باش نقراو حساب الوقت اللي ضاع هذا الكل والاستوس اللي اعطيناها زاد كيف كيف في النوت كيف كيف باش نقراو حساب المقرونه اللي خلطت مأخر من عند كاميليا خليها شيف خليها خليها تريق امورها في وقت البوب وتنظفوا لنا كل لي بلان دو ترافاي بلي برودوي ليلا انا نقول لكم خلينا نمشيو بوب ونرجعوا توت سويت نذوقوا نذوقوا كان لقينا ما نذوقوا كان لقينا ما نذوقوا هاي